بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. مشکلات و پریشانیاں انسان کے لیے ایک آزمائش ہیں، ایک امتحان ہیں، جو خداوند عالم کی بارگاہ سے اگر انسان کی سعادت کے حوالے سے ہوں تو خدا سے قریب کرتی ہیں. لیکن بہرحال اہل بیت اطہار نے ہر پریشانی کے حل کے لیے، ہر مشکل سے نجات کے لیے کچھ نہ کچھ وسیلے عطا کیے ہیں. اسے قرآن بھی کہتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے صاحبان ایمان، مدد طلب کرو قرآن سے، مدد طلب کرو نماز سے اور روزے سے. تو روزے بھی رکھیے اور نماز سے بھی مدد طلب کیجیے. ایک ایسی نماز کا تذکرہ، اس کا نام نماز حاجت ہے. حاجت بر آنے کے لیے یہ نماز پڑھی جاتی ہے. اس کا عربی لحاظ سے نام ہے صلاۃ المضطر، پریشان حال شخص کی نماز. یہ نماز عجیب و غریب اثر رکھتی ہے اور بے انتہا فوائد کی حامل. ایسی جگہ سے اسباب کشادگی کے خدا پیدا فرما دیتا ہے کہ جہاں کا انسان گمان بھی نہیں کر رہا ہوتا. ترکیب، یہ نماز بالکل نماز فجر کی طرح دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ چار رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے گی. نماز کی نیت ہوگی صلاۃ المستر یا نماز حاجت، بجلاتا یا بجلاتی ہوں قربتاً اللہ. رکعت اول میں الحمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھنے کے بجائے 25 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کریں گے، افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. 25 مرتبہ افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. رکعت دوم میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر دو رکعت نماز اسی صلاۃ المستر، نماز حاجت کی نیت سے، اور اس نماز کی رکعت اول میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور چوتھی اور آخر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور نماز پڑھنے کے بعد، سلام پڑھنے کے بعد 25 مرتبہ درود کی تلاوت، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد. اس نماز کی برکت سے، درود کی برکت سے خدا نماز پڑھنے والے کی مشکلات و پریشانیاں دور فرما دے گا انشاءاللہ. آئیے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں نماز مستر، نماز حاجت دو رکعت، قربتاً وطاعتاً اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. 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 أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم،
وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله أكبر.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وقنا وعبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نماز حاجت صلاة المستر دو رکعت بجا لاتے ہیں قربتاً و طاعتاً الى اللہ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبي الله ونعم الوكيل. 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 الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر.
سبحان ربي الأقلى وبحمده رب صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله وقوته. أقوم وأقعد وأركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 الله أكبر. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده رب صلى على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأقلى وبحمده رب صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأقلى وبحمده رب صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر والحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور اب اپنی اپنی حاجت طلب کی جا سکتی ہیں اس نماز اور اس درود کے بعد. انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد پروردگار تمام اہل ایمان کی مشکلات پر جو تمام پریشانیاں دور فرمائے، خاص طور سے التماس دعا جن افراد نے کی ان تمام کی پریشانیاں و مشکلات مالک بحق محمد و آل محمد دور فرمائے.